منطقة الكود الواقعة على خط النار دفعت ولا زالت تدفع ضريبة ما يحدث في محافظة أبيان. هكذا قال أبناء هذه المنطقة التي تعرضت للكثير من الدمار جراء المواجهات العنيفة التي دارت فيها بين قوات الجيش الوطني ومسلحي تنظيم القاعدة. منازلها استخدمت كمتارس حربية للمسلحين أثناء القتال دون مراعاة الأسر الساكنة فيها والذين أجبروا على الصمت جراء ما يحدث. خرجنا من الخوف، خرجنا مشردين، خرجنا منكدين، خرجنا حالتنا حالة، احنا واطفالنا واولادنا واولاد اولادنا، واحنا خوف فينا خوف خوف، ما نجلس في بيوتنا ولا ننام ولا يعني حتى نقر حتى خمس دقائق، يعني مشردين الله يشوفنا اننا نجري قدام الله وخلقه. مواطن من ابناء الكود دمر منزله بالكامل ودمرت معه بقالته الواقعة بمحاذاة الطريق والتي كانت تعتبر مصدر عيشه الوحيد له ولأسرته. هذا البيت كان عامر وداخل أسرة مكونة من 8 أفراد وطفل، وكذلك الأسرة كانت موجودة، وفي ذلك الحين إلى أن هجمت القاعدة على الكود، وبينما في خبر أن الجيش بيتقدم لهنا جت القاعدة وحاولت أن تحتمي بهذا المنازل اللي هنا منازل مواطنين، هذا الفقراء الضباها أبناء الكود. المواطنون هنا يعيشون حالة من الرعب المستمر وهم يرون المسلحين يتحصنون في المنازل في هذه المنطقة الشعبية. الدمار شاهد على المأساة الكبيرة التي شهدتها هذه المنطقة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.